رئيس الوزراء يناقش مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مستوى الإجراءات الرقابية على قطاع البنوك. محافظ المهرة يترأس اجتماع لأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة. الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت يشهد الحفل الخطابي والفني بمناسبة اليوم العالمي والعربي للمعاق. هذه نشرة العاشرة مساء نقدمها لكم من مبنى تلفزيون حضرموت الحكومي بمدينة المكلا، معكم حنين عمار وصالح بالأسود، حيث نفتتح نشرتنا لهذا المساء من خبر رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك الذي رأس اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها. رئيس الوزراء اطلع من مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على اجتماعات دورته الأخيرة للعام الجاري وما تتضمنه من مواضيع تتركز على قضايا البناء المؤسسي واستيعاب الملاحظات المقدمة من المراجع الخارجية لتعزيز مبادئ الشفافية والحكومة أو الحوكمة وتعزيز دور البنك في ضبط السياسة النقدية في إطار برنامج الإصلاحات الحكومية. كما اطلع رئيس الوزراء على مجمل التطورات الاقتصادية والمالية في ضوء النتائج الأولية للموازين الداخلية والخارجية وأهمها نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة الماضية من العام الجاري وموقف الاحتياطات الخارجية وتوقعات ميزان المدفوعات وأفاق التطورات المستقبلية في ضوء التطورات غير المواتية التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية، إضافة إلى الخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية وما يتطلبه ذلك من حشد كل الجهود وتنسيق كل السياسات وأهمها السياسات المالية والنقدية لتعظيم الموارد وترشيد الإنفاق للمحافظة على الاستقرار في أسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار. وقدمت إدارة البنك المركزي اليمني عددا من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تساعد في تحسين الموقف في جانبي الموارد والإنفاق متطرقة إلى آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار. وتم في هذا الجانب إقرار عدد من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة. وجدد رئيس الوزراء دعم الحكومة لعمل البنك المركزي وجهوده واستقلاليته وفق القوانين والتشريعات النافذة منوها بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة ما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك أهمية استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز التوليد ضمن الشبكة العامة، كما أكد أن توقيع اتفاقية إنشاء أول منظومة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في بلادنا هي منطلق لوضع حلول مجدية واستراتيجية لزيادة التوليد وتجاوز انقطاعات الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع لقيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء لمناقشة المشاريع الجاري تنفيذها والخطوات العملية لبدء تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية ودخولها حيز التشغيل وفق المدة الزمنية المحددة في يونيو القادم. وقدمت وزارة الكهرباء تقريرا عن مستوى تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها والاستعداد للبدء بتنفيذ مشروع 120 ميجا بالطاقة الشمسية وإنشاء خطوط النقل والمحطات التحويلية لنقل الطاقة. ووجه رئيس الوزراء وزارة الكهرباء بتنفيذ الخطة وفق المدة الزمنية المحددة منوها بالدعم الإماراتي في هذا الجانب والذي سيعمل على تقليل كلفة توليد الكهرباء والحفاظ على البيئة.
واطلع الاجتماع على تقرير منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في اليمن وآليات الاستفادة منها ووضع حلول مستدامة لقطاع الكهرباء. وعبر تقنية الاتصال المرئي بحث وزير المالية سالم بن بريك مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديركوف استمرار التنسيق والشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها. الوزير بن بريك تطرق إلى المستجدات الاقتصادية على الساحة الوطنية والجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين الأوضاع على مختلف المستويات والتحديات التي تواجهها مشيرا إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية. ودعا وزير المالية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة ورادعة تجاه الميليشيات الحوثية الإرهابية لوقف الاعتداءات على المنشآت الاقتصادية والحيوية، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية خصوصا في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وجدد الوزير بن بريك ترحيب الحكومة بأي جهود دولية من شأنها تحسين الاقتصاد وتسريع عجلة التنمية، مشيرا إلى أهمية تقديم الدعم للحكومة ومساندتها في مواصلة جهودها، وأشاد بالدعم الهولندي المقدم لبلادنا في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة استمرار تعزيز التنسيق والشراكة بين الجانبين. أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل منذ انقلابها نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة دون تحملها أي التزامات، بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متجاهلة أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي وصفت بالأسوأ عالميا. الوزير الإرياني أوضح أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي من قطاع الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والوقود والغاز المنزلي في العام 2020 بلغت تريليونين و310 مليارات ريال وتضاعفت في العام 2022، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي استغلت الهدنة الأممية مطلع العام 2022 لتصعيد عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وضعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص والأعباء على كاهل المواطنين. وطالب الوزير الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014 بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسميه المجهود الحربي. وجه وزير الشباب والرياضة نايف البكري بسرعة إنجاز الأعمال في ملعب الشهداء بمحافظة أبيان ورفع مخصصات أنديتها واستكمال العمل في الصالة الرياضية المغطاة في زنجبار. وحث الوزير البكري خلال لقائه بالأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد على سرعة العمل في ملعب الشهداء بزنجبار وإنجاز ما تبقى فيه من أعمال التأهيل والتعشيب بصورة عاجلة لما لذلك من أهمية لدى شباب المحافظة ورياضيها. كما وجه وزير الشباب برفع مخصصات جميع أندية المحافظة بدءا من شهر يناير 2023 واستكمال عملية الترميم والتأهيل للصالة الرياضية المغطاة في زنجبار، مشيرا إلى أن أبيان حظيت بتنفيذ العديد من المشاريع الرياضية من بينها الملاعب المعشبة في المناطق الوسطى. ومع وزير الشباب والرياضة أيضا حيث كرم الوزير نايف صالح البكري البطل قيس محمود محمد الحائز على الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا الكاراتيه التي أقيمت في إمارة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من 23 حتى 28 من نوفمبر 2022. وأشاد الوزير البكري بالأداء والمستوى الرائع الذي ظهر عليه البطل قيس محمود في البطولة والذي استطاع من خلاله تحقيق الميدالية الذهبية. ومنح الوزير البكري البطل قيس سعيد مبلغ 1 مليون ريال يمني تكريما لإنجازه الكبير
كما وجه بتكريم وزملائه أصحاب الميداليات الفضية والبرونزية ومدربه فؤاد سالم حسب لائحة الوزارة في تكريم أبطال الإنجازات الخارجية. إلى شرق الوطن، حيث ترأس محافظ المهرة محمد علي ياسر اجتماعا ضم أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله نيمر. المحافظ بن ياسر استعرض مخرجات لقاءات السلطة المحلية خلال اليومين الماضيين مع الصيادين واللجنة الأمنية بخصوص ظاهرة الجرف العشوائي للثروة السمكية، إضافة إلى تقارير إيرادات الموارد المالية المحلية والمشتركة للعام 2022. وخرج الاجتماع بالرفع بتوصية إلى رئاسة الجمهورية بشأن زيادة نسبة حصة المحافظة من الإيرادات والمصادقة على تقرير الموارد المالية المحلية المشتركة والمركزية وفق التقرير المقدم من الإدارة العامة للموارد، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية ذات الأهمية عند إعداد موازنة المحافظة للعام القادم. وفي سياق متصل، اطلع محافظ المهرة محمد علي ياسر على الخطة الأمنية والمشتركة ضد ظاهرة الاصطياد العشوائي ومظاهرة الاستنزاف للثروة السمكية. جاء ذلك خلال لقائه بنائب المدير العام للأمن والشرطة مدير البحث الجنائي العقيد الركن أحمد علي رعفيت والمدير العام للهيئة العامة للمصايد السمكية المهندس عبد الله أو عبد الناصر عويض كلشات. وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، شدد المحافظ بن ياسر على ضرورة محاربة ظاهرة الجرف العشوائي للأسماك وضبط المستنزفين للثروة السمكية، مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم جميع أوجه الدعم للحملات الأمنية التي تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة ومحاربة جميع أشكال الظواهر السيئة. في المكلا، شهد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي الحفل الخطابي والفني بمناسبة اليوم العالمي والعربي للمعاق. الأمين العام أكد في كلمته أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تولي رعاية واهتماما كبيرا بهذه الشريحة التي تعد جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الحضرمي، وهي حريصة على إدماجهم في المجتمع من خلال إشراكهم في الدوائر الحكومية. وتخللت الحفل فقرات فنية مشعرية قدمها عدد من ذوي الإعاقة نالت إعجاب الحاضرين، إلى جانب عرض بروجيكتر استعرضت خلاله قصص نجاح للعديد من ذوي الإعاقة، كما تم تكريم عدد من المبرزين والموهوبين إلى جانب الجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح الفعالية. إلى ذلك، ثمن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي الجهود التي تبذلها مؤسسة نهد التنموية وتدخلاتها في إسناد جهود السلطة المحلية بالمحافظة في القطاعات المختلفة. جاء ذلك خلال زيارته اليوم بالمكلا لمقر المؤسسة ولقائه بأمينها العام عادل طالب مهنأ، مستمعا إلى أبرز المشاريع التنموية التي تمولها بالإضافة إلى المشاريع الإغاثية والتدخلات الإنسانية إلى جانب المشاريع المستقبلية التي تسعى المؤسسة لتنفيذها. وشارك الأمين العام في الحلقة النقاشية حول نتائج المسح الميداني لمعامل تمليح الأسماك وتجفيفها ضمن أنشطة برنامج الإنعاش الاقتصادي والسبل العيش الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع مؤسسة نهد التنموية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر العربي. وأكد الأمين العام أهمية محتوى الحلقة النقاشية التي تعنى بالثروة السمكية التي تعد مصدرا غنيا مهما للدخل القومي وتنميته، وتلعب دورا مهما في سد الفجوة الغذائية وتساعد في تحقيق الأمن الغذائي، وتعتبر من القطاعات الاقتصادية الواعدة. وفي وادي حضرموت، اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري على سير العمل بفرع شركة النفط بوادي حضرموت والصحراء ومستوى استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية. الوكيل العامري تعرف من المدير العام لفرع الشركة جابر بالعبيد إلى الجهود المبذولة لمتابعة الوضع التمويني في النطاق الجغرافي وكيفية التغلب على الإشكالات التي تواجه تموينات محطات توزيع الوقود بمادتي البنزين والديزل وآلية توفيرها.
وأكد وكيل المحافظة استعداد السلطة المحلية لإسناد كل مديري الأجهزة التنفيذية والخدمية لما فيه المصلحة العامة، منوها بجهود قيادة فرع الشركة وكوادرها، مجددا دعم السلطة المحلية للشركة بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه. ما زلنا في سيئون، حيث اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عامر سعيد العامري بسيئون على نشاط نادي الطالب الجامعي والخدمات التي يقدمها للطلاب. وكيل المحافظة استمع من رئيس النادي وأعضائه إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها النادي للطلاب والطالبات في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية عبر مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية الهادفة التي تم إعدادها من خلال دراسة احتياج لواقع الطلاب والصعوبات التي تواجههم. وأكد الوكيل العامري أهمية أن تلعب المكونات الطلابية المهتمة بشؤون الطلاب دورها من أجل خدمة الطلاب ورعايتهم، مشيدا بأنشطة النادي وإنجازاته المكرسة لخدمة الطلاب، مؤكدا أن الوطن بحاجة لسواعد الخريجين والمتفوقين من طلاب العلم في هذه المرحلة الحرجة. تشهد مدن الساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة مع تفرق للسحب ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى باردة ليلا. كما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة مع تفرق للسحب ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى باردة ليلا. والآن إلى حالة الطقس. متابعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء يناقش مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مستوى الإجراءات الرقابية على قطاع البنوك. محافظ المهرة يترأس اجتماعا لأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة. الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت يشهد الحفل الخطابي والفني بمناسبة اليوم العالمي والعربي للمعاق. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التلفزيوني حضرموت. تقبلوا تحياتي أنا صالح الأسود وزميلة العزيزة حنين عمر وأيضا مترجم لغة الإشارة الأستاذ رائد جروان. دمتم في أمان ورعايته.